فلا مشاهدينا ننتقل على الهواء مباشرة إلى المؤتمر الختامي للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة. الدولي ثم الضغط الدولي يتمثل على الجانب الوسطي، الجزء الثاني الإرهاب. حتى يتم تخفيف منابع الإرهاب لابد من توحيد الرؤى حول العدو الواحد. فماذا عن هذا الشيء؟ طبعا بتكلم اول شيء عن موضوع القضيه الفلسطينية. احنا لدينا الجانب ومسؤولين عن جانب الدبلوماسيه البرلمانيه، وقمنا بتحركات كثيره في الفتره الماضيه ونجحنا في احداث تغيير في مواقف كثير من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدوليه، خاصه فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الاخوه الفلسطينيين. مستمرين في تنفيذ هذه الخطة البرلمانية أو الدبلوماسية البرلمانية مثل ما تفضلت، ليستمر الضغط العربي من خلال البرلمان العربي، من خلال التنسيق مع البرلمانات المحلية، من خلال التنسيق مع المؤسسات العربية والمؤسسات المؤثرة، لنكون رأي عام قوي يدافع عن القضية الفلسطينية، لكي ينظر للقضية الفلسطينية المنظور الصحيح، المنظور الصحيح للقضية الفلسطينية. فالبرلمان العربي يتعهد بالاستمرار أن يكون عنده خطة واضحة في دعم القضية الفلسطينية، وهذا واجب، لأنه دائما احنا القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأولى بالنسبة لنا كبرلمان عربي. ما طبعا الارهاب يعني آفة كبيرة، والبرلمان العربي مهتم في هذا الجانب. انشأنا المركز العربي لمكافحة الارهاب والفك المتطرف، اتفقنا عمل اتفاقية مهمة مع الاتحاد البرلماني الدولي لموضوع التعامل مع التشريعات المتعلقة بالارهاب على المستوى الدولي وتزويد البرلمانات العربية بها. الارهاب مشكلة كبيرة، لكن نحن نثق بأن الدول العربية ستتصدى لهذا الارهاب، لان احنا اصلا اكثر الدول التي يستهدفنا الارهاب، لكن في النهايه نتمنى ان تكون هناك خطه عربيه موحده لمكافحه الارهاب، لان كل الدول العربيه الان تتعرض للارهاب، سواء ارهاب الدول او ارهاب التنظيمات او ارهاب انواع مختلفه للارهاب. فلذلك نتمنى ان يكون في هناك خطه عربيه لمواجهه الارهاب لما يمثل من خطر كبير.